دلوقتي عندنا آسر ومحمود، محمود وآسر، هاتوا الورقة والقلم وتعالوا انتوا الاتنين عشان تكتبوا. السؤال اللي جاي معلومات عائلية، يحيى ومهجة هاخد منكم إجابة. اتفقنا؟ طبعا يا يحيى مالكش دعوة خالص بآسر. أنا مديها ظهري. أيوه. السؤال الرابع معلومات عائلية، ايه اكتر حاجة بتبسط اخوك وبتعصب اخوك؟ ايه اكتر حاجة بتبسط اختك وبتعصب اختك؟ سؤال دمه خفيف. ايه اكتر حاجة بتبسط يحيى؟ تمام، هناخد من محمود وهناخد من آسر. نروح ليحيى. يا يحيى، ايه اكتر حاجه بتبسطك وايه اكتر حاجه بتزعلك؟ لما بلعب كوره اكتر حاجه بتبسطني. صح، آسر موافق. طب اكتر حاجه بتزعلك ايه؟ حد يبرد عليا. حد يبرد عليك؟ دي اسكندراني. اسكندراني. اسكندراني اصلي. يبرد عليك يعني يغلس عليك. مين ده اللي يغلس عليك؟ تعالى لي هنا، تعالى لي، قرب لي هنا، قرب لي. آسر بيغلس عليك؟ أسرة؟ آه، لا ده ما نقدرش نتكلم، ده الجنبونية بتاع العيلة ده، ده المدلع بتاعنا ده ما نقدرش نقرب له. طيب بص بقى، أخوك ليه رأي تاني. لعب الكورة؟ آه إحنا اتفقنا، ولكن الزعيق يحيى ما بيحبش الزعيق، وعندك حق، أنا كمان ما بحبش الزعيق. برافو عليك يا يحيى. الحمد لله. ولكن للأسف الشديد مش هتتحسب هدف. نروح بقى للنجمة بتاعتنا. أكتر حاجة بتبسطك إيه؟ إن الأهلي يكسب أو ياخد بطولة. عايز أقول لك حاجة، أنت اللي غلطان. ليه؟ لأن هي أهلاوية صرف. لا لا كلها. بس موجة بعد الترند ده الأهلي بقى في دمها. هو كده كده في دمي والله. طب أكتر حاجة ما بتحبيهاش إيه؟ إن الأهلي يخسر. طب دي أنا أجاوبها لها إزاي دي بقى؟ والله بجد دي أكتر حاجة بتزعلني. لا انت عارفه زي ما آسر فكر بالظبط، الزعيق. انت كمان ما بحبش الزعيق. انا كنت هقول الزعيق في الاول بعدين ما هي كده مش فارقه كده، بس يعني الحياه بقت مبنيه على الاهلي. الاهلي يكسب الاهلي ما يكسبش، مش معقوله. محمود بقى كاتب اكتر حاجه بتبسطك ان يجيلك هديه، واكتر حاجه بتزعلك او ما بتحبيهاش الزعيق. هو لو منه هو كانت ممكن تبقى كده، لكن في العموم زي ما انا قلت بقى. هاردك يا محمود وهاردك يا ياسر، اتفضلوا. هدف مقابل هدف في الحاله دي، هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال